والله بص، هو عادة يعني بحب اخد رأي الناس اللي هم اصدقائي قريبين مني جدا، كانوا معايا في المدرسة، والناس كانوا ناس اصحابي يعني من ايام الجامعة. باخد رأي هبة طبعا في حاجات كتير بعملها. ايام المسرح كنت بقابل دكتور يحيى يوميا، وكنت بشتغل على ألبوم فكنت بسمعه حاجات اخد رأيه فيها بحكم برضو خبرته في مجال الفن يعني. فلا انا بطبعي لا احب ان انا اخد راي ناس كتير حواليا، بس في الاخر ابقى ديكتاتور اعمل اللي انا عايزه في الاخر. بس ما اقدرش فجاه اقول يا جماعه اه الاغنيه دي عجبتني فانا لازم كذا حد يسمعها اخد رايه، وفي الاخر برضو بتبقى اللي انا عايزه بعمله يعني. بس لازم اخد راي الناس اللي حواليا.